السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ الأصيل. اليوم راح ندير معاكم وصفة حصرية، ما هيش اختراع ولا وصفة جديدة، لكن الفكرة هي اللي راهي جديدة. الوصفة هي طرط الحروف والأرقام مالحة. نعم البنات مالحة. نحكي لكم كيفاش جاتني الفكرة. هي كما حطيت لكم الفيديو نتاع طرط الحروف والأرقام حلوة، درتها بشكل قلب. ثم جاتني الفكرة مع يعني انا نحب المالح اكثر من الحلو، على بها جات في بالي. ولما رحت نحوس في اليوتيوب ما لقيت ولا واحد دارها، ما لا رحت نديرها وجات ما شاء الله في الشكل وفي البنة. ديروها لعائلتكم ولا الواحد تعرفوه باللي يحب المالح اكثر. عملتها بلا بات بريزي، ممكن ديروها ايضا بلا بات سابلي، ودرت معها موس الدجاج ودرت كريمة الجبن، يعني لكم الاختيار كيما تحبوا نتوما. والتزيين راح تشوفوه معايا في الفيديو ان شاء الله. ان شاء الله تعجبكم، وما تنسونيش البنات بالدعم وبارطاجيو الفيديو هكذا باش تشجعوني اكثر، وانا بدوري راح نمد لكم كامل واش عندي والجديد ان شاء الله. وما تنسوش جيم للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد. نبدأ بسم الله. في الأول راح نطيب الدجاج. درت في قدرة، درت صدر كبير تاع الدجاج مع حبة بصل متوسطة ومرابية، زدت معها مغرف كبيرة زيت، مغرف كبيرة زبدة، التوابل درت الملح، فلفل كحل والقرفة، هذا ما كان. قليتها من بعد مرقتها وخليتها حتى تطيب. ودوكا راح نحضر العجينة. المقادير نتاعها هي 250 غرام فارينة، 125 غرام زبدة، حبة بيض كاملة، الملح، ومغرف كبيرة زيت، وزوج مغارف كبار ماء. هذو هما المقادير. حطيت هنايا في إناء، درت الفارينة مع الزبدة والملح والزيت هكذا. من بعد ندخل مليح هذيك الزبدة مع الفارينة بهذه الطريقة، ونحاول أني نخليها أطراف صغيرة جدا، يعني ما نفتتهاش كامل. هكذا. من بعد نزيد لها حبة بيض كاملة، نخلط المقادير. من بعد نبدا نضيف في الماء. انا قلت لكم زوج مغارف كبار، لكن راني نضيف فيها على زوج مرات لانه خطرات الفارينه تشرب. المهم انا يعني دات لي زوج مغارف كبار ولمت لي العجينه، ولكن نتوما ضيفوا غير بالعقل. لمها يعني كما شفتوني بلا ما نعجنها، نديرها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح. بعد ما ارتاحت لي العجينة راح نحطها فوق ورق زبدة، ونزيد ورق زبدة من فوق فوق العجينة، ونحلها بالحلال. هذه الطريقة راح تساعدكم في الخدمة هكذا. بعد ما حليتها راح نجيب هذا الطابع الدائري ونزيد طابع دائري صغير في الوسط، نطبع بهم هكذا وننزع الزوائد بكل سهولة هكذا باش نتحصلوا على هذا الشكل. العجينة اللي بقات لي زدرت بها دائرة أخرى بنفس الطريقة نثقبها بالفرشيطة ونطيبها على 180 درجة. هنا شوفوا البنات، كنت درت عجينة أخرى بنفس المقادير وخدمت بها هذا الحرف، كنت رسمته في ورقة وقطعت هذه الورقة وطبحت بها العجينة هكذا كما راكم تشوفوا. طريقة سهلة وبسيطة، ممكن تديروا أي حرف ولا رقم هكذا. كيف كيف راح نثقبها بالفرشيطة ونطيبها على 180 درجة. هنايا نعاود نولي للدجاج بعد ما طاب وبرد مليح. نحيت له كامل العظم ودرته في الروبو مع قطعة جبن أبيض ورحيته.
هكذا. ومن بعد تشوفوه وتبقوا تضيفوه في الجبن الابيض وكريمه سائله حتى تحصلوا على القوام المطلوب. القوام نتاعها ما تجيش سائله، تجي شويه شاده روحها باش كي ديروا فوقها العجينه ما تهبطش. هنا بعد ما كملت رحيتها راح نديرها في البوش ونبدا نخدم بها. شوفوا القوام نتاعها كيفاش راه، هاوليك. الان راح نجيب العجينه بعد ما طابت وبردت مليح، هذا هو الشكل نتاعها. ها مليك بعد ما طابوا نحط الاولى وندلها موس الدجاج اللي حضرتها، نديرها بهذا الشكل حتى نكمل كامل دائره. من بعد ندير عجينه الثانيه فوقها هكذا ونزيد ندير موس الدجاج هكذا. بعد ما نكملها كامل نروح الان نزينها. هنا راح نخدم وردات بالجبن المربعات، كنت قطعت منه دوائر بهذه الاداه اللي شفتوها معايا. من بعد نشكل ورود بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه هكذا، نحاول برك لانه الجبن ماهوش كيما عجينه السكر هكذا، حتى نكملها ونحطها فوق الطارت تاعنا. هكذا وهنايا زينت بالزيتون الاسود والاخضر، وهذيك طماطم راني مقطعتها هكذاك وردات طبحتها يعني بالطابع تاع الوردة، راكم شفتوا الشكل نتاعها. نزيد شوية ذرة هكذا ونزيد بيض مغلي قطعته قطع صغيرة وزينت به أيضا، وفي الاخير زدت المعدنوس نحطوه عشوائيا، وهذا هو الشكل نتاعها النهائي. الان راح نزين العجينه اللي درتها بالحرف هذا، فقط هنا درت الطبقه الاولى، درت كريمه الجبن كانت موجوده عندي من قبل ولازم تكون بارده باش تقدروا تشكلوها. هنا درت الطبقه الاولى، من بعد نحطوا فوقها العجينه الثانيه، شفتوها كيفاش طابت، لازم تحمروها شويه باش تجي بنينه، نحطها هكذاك. من بعد نزيدو من الفوق موس الدجاج، تقدروا ديروا اي موس ولا كريمه نتوما واش تحبوا. هكذا بنفس الطريقة خدمت وردة بالجبن المربعات هكذا وحطيتها فوق الكيكة نتاعي، وزدت درت وردات بهذاك الطابع وزينت بهم ثاني هكذا، حطيتهم زدت الزيتون. المهم البنات يعني تزينوا بواش عندكم هكذا حتى نكملها كامل. هذا هو الشكل نتاعهم بعد ما كملتهم في زوج، انا عجبوني بزاف في الشكل وفي الذوق، وانتم قولوا لي كيفاش جاوكم في التعليقات. البنة نتاعهم كيما مملحات المهرز يعني جاو بزاف بنان. العجينة كيما قلت لكم تقدروا ديروها بلاباط بريزي ولا صابلي،
والكريمات ايضا تقدروا ديروا اي موس، ممكن ديروا موس تاع الطون ولا كريمه الجبن. المهم هذه الفكره، يعني الفكره كانت فكرتي وطبقتها والحمد لله. المهم البنات بارطاجيو الفيديو هكذا باش تعم الفائده، ونزيد نمد لكم ان شاء الله افكار جديده. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، نتلاقاو في الفيديو القادم إن شاء الله.